فصل أغنان الشارع بالحلال عن الحرام. الشيخ والمقصود صالح الموزان حفظه الله، ومن خاصيته أنه إذا قرأ عليه الطالب يعني يملأه عقلا قبل أسلوبه وتعامله، خليه يتزن ويثقل، ما يضيق على الإنسان الخفيف أبدا، يزيدك عقلا إلى عقلك، يزيدك الله من جهته، من جهة ما تقرأ من النصوص، ومن جهة الأستاذ والقدوة، يكون هذا من أسباب تثبيتك وهدايتك، معالجة الأمور برفق وبعناء ومعرفة مآلات الأمور. الإنسان ما يتكلم بالشيء وهو يعرف أن المآل خطير، أنه قد يكون يفهم على غير المراد، أو يحمل أحدا على جناية، أو على تساهل في حكم شرعي. نعم. أحسن الله إليك.